بدأت في جنيف أعمال الدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان بتقرير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي، استعرضت فيه حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كما يناقش المجلس خلال دورته الحالية عددا من تقارير الخبراء التي تتناول مجموعة واسعة من القضايا الهامة، في مقدمتها انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الدول بينها إيران وفنزويلا وميانمار. Iran continues to sentence children to death. I was appalled that the authorities sentenced and executed two boys under the age of 18 in April. I remain particularly concerned about the high number of child offenders on death row, possibly more than 85 individuals, with some at risk of imminent execution. ينظر المجلس في قضايا حقوق الإنسان لبعض الدول ويناقش من خلال لجنة التحقيق الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأوضاع في سوريا، كما يستعرض المجلس حالات حقوق الإنسان في إيران وانتهاكات ميليشيا الحوثي، إضافة إلى عقد مناقشات عامة بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين. بدأت اليوم الفعاليات، الدورة 41 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجدول أعمال كثيرة أهمها على الصعيد الدولي انتهاكات إيران، فنزويلا، ميانمار. أما على الصعيد العربي حقيقة انتهاكات ميليشيات الحوثيين والانتهاكات الموجودة في سوريا. طبعا نحن كوفد مركزين على الانتهاكات الإيرانية وميليشياته، خاصة الحوثيين والتطورات الأخيرة التي قامت بها في هذه الانتهاكات. يركز المجلس خلال دورته الحالية على حقوق الإنسان للمرأة، كما يبحث المجلس الأممي أيضا ما يتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وينظر من خلال تقارير المقررين الخاصين في قضايا تشمل استقلال القضاء والمحامين وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من القضايا. بين تحديات الماضي وآفاق المستقبل، افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الصيفية وعلى طاولته قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وفنزويلا وميانمار وبعض الدول. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.